دلوقتي احنا شلنا بياض البيض، هنعمل بيه ايه؟ ايوه هنستعمله في نفس الوصفه. بصي، بتجيبي تستخدميها في ايه؟ بياض البيض. مش مرات بتعملي كوكيز عايزه يبقى فيه مكسرات على الوش مثلا؟ لما بتدخلي مثلا الكوكيز الفرن بيفرش. لما تيجي تحطي انت المكسرات دي على الوش وتحطيه في الفرن يفرش، هتلاقي المكسرات نطرت بتنطر بتنشف. بياض البيض بقى بيلزق لك المكسرات دي لما تيجي تدخليها. فلما تيجي تعملي مثلا السابليه عايزه تحطي له مكسرات وتفضل لازقه فيه، بياض البيضه ده بقى بتدهني بيه وش السابليه. بتضربيه بقى ولا بتستخدميه زي ما هو بالظبط؟ زي ما هو اضربيه يعني ضربه بسيطه. تاخديه تدهني بيه تدهني بيه الكوكيز او تدهني بيه السابليه، ترشي ده الفول حضرتك اللي بنعمل نتصح. انا ده الفول اللي كنا بنتصحر فيه. بقول لك مركزه في العجينه تركيز مريب. احنا ايوه، فبتضربيه شويه بسيطه وبعدين تدهني بيه وتلزقي بيه بقى المكسرات. مكسرات بقى، ورد مجفف، ورد مش عارف ايه. اصل بيقع مني السبرينكلز كده بسالك. لا يمكن يقع بعد بس انا ما اعرفش على فكره المعلومه دي خالص، اول مره اعرفها.